البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا في باب ما جاءنا الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، قرأنا جملة منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية. قال: فأنا أول رجل قرأه من العرب. قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، ولما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه عن الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. قلنا تعليقنا على ذلك: قصة ضعيفة منكرة، أخرجها ابن إسحاق كما في إغاثة الأهفان واقتضاء الصراط المستقيم، وفيها عنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس ولم يصرح بالسماع. لم يصرح بالتحديث معنى السماع. انظر أبو العالية السميع من عمر، انظر في جامع التحصيل أو في مشايخ أبو العالية رفيع بن مهران من تهذيب الكمال. وجاءت له طريق أخرى ذكرها الطبري في تاريخه من طريق بعض الكذابين، وهو سيف بن عمر الضبي التميمي، والراوي عنه هو شعيب بن إبراهيم الكوفي، ترجمته في الميزان مجهول غير معروف، ولا يعتمد عليه مع اختلاف في سياق القصة. ولها طريق أخرى عند أبي عبيد في الأموال مع اختلاف في سياق القصة، وهي من مراسيل قتادة، وعليه فالقصة ضعيفة ولا يكفي اشتهارها، وأيضا توجد فيها أشياء غير صحيحة، فما يدريهم مثلا أن له 300 سنة، وكذلك إبراز سريره ليمطروا. وأيضا قوله 300 سنة هذا يعني أنه بين نبينا وعيسى عليه السلام، ومعلوم أنه ليس هناك نبي بينهما، فهي قصة ضعيفة منكرة. أنه قال في آخر أنه لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض، إشارة إلى أنه نبي، فكيف يقول 300 سنة ويقول نبي، وليس بين نبينا صلى الله عليه وسلم وعيسى نبي كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبينه نبي. ومعلوم أن عيسى عليه السلام قبل نبينا عليه الصلاة والسلام 600 سنة تزيد قليلا، كما ذكر ذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح البخاري 600 سنة. قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره. وأيضا ذكر أيضا من المنكرات ما نبهنا على المصحف هذا
فيه سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. فما هذا الكتاب فلم يسمى، وإن الإنجيل والتوراة التي فيها التي هي معلومة عند اليهود والنصارى، وهذا الكتاب غير معروف. ثم يذكر فيه هذه الأمور كلها. قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. قال شيخ الإسلام: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات. وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق، يعني الاتفاق يوافق بدون قصد، الاتفاق معنى موافقة بدون قصد، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخصا رحمه الله. كيف يستشعر هؤلاء المبتدعة والقبوريين البركة في تلك المواضع؟ نعوذ بالله، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، يذهب عند القبر فإذا به يأتيه الضراعة والخشوع ويشعر أنه يستجاب دعاؤه. قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ففيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر. وفي القراء للطبري من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، يعني إذا قال زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام صار استعمال هذا اللفظ لهذه الزيارات البدعية الشركية. قال: وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة، فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة عليه والسلام. كره مالك أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا السبب. لم يذكر لأبي العالية في رواية، لكنه قال: صلى خلف عمر، يدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ودخل على أبي بكر الصديق وصلى خلف عمر، يعني أدركه. بقي العلة في عنعنة بن إسحاق والنكارة الموجودة في المتن.
ابن إسحاق دلس عن مجاهيل وعن ضعفاء. قال: فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة عليه والسلام، فإن ذلك مما أمر الله به. وأما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، يعني عموم القبور، لكن لما خص قبر النبي عليه الصلاة والسلام كره مالك بسبب أنه قد صار يطلق على زيارات بدعية. هذا من باب التحرز في الألفاظ، وإلا حتى لو قال الإنسان زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقصد زيارة شرعية فلا بأس، إنما ذكرها لفظية فقط وليس محرما. قال: وأما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى. لا ترى إلى قوله: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارته صلى الله عليه وسلم لقبر أمه، فإن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين، فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية. فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. انتهى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.